رسالة قالت لي عمري 33 سنة وانقطعت دورتي الشهرية، وأجمع الأطباء على عدم قدرتي على الإنجاب نظرا لارتفاع هرمون الـ FSH إلى 45، فهل هناك علاج أرجو الرد مهما كان وعدم الإهمال؟ يعني أنا زعلان من الرسالة دي من حاجتين. أولا عدم الإهمال، عمرنا ما بنهم حد من رسائل حضراتكم وأنتم تعلمون ذلك جيدا. الجزء الثاني إجماع الأطباء على عدم الإنجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، صدق الله العظيم. إذن فهي إرادة الله عز وجل. أنا ممكن أقول صعب لكن ما أقولش يعني إجابا وتصديقا لممكن مش ممكن أبدا تحملي. وحالات كثيرة جدا سبحان الله ربنا عز وجل بيبين قدرته في حالات زي دي سبحان الله. يعني حالة وأتذكرها كويس جدا ومن الممكن يكون بتشاهدني دلوقتي لأن هي من مشاهدات البرنامج الكرام. أجمع الأطباء تماما على عدم الإنجاب وإن شاء الله العلي القدير أن تنجب توأم سبحان الله. لدرجة الأطباء بقى يضربوا كف على كف، إزاي؟ دي قدرة الله عز وجل، دي هبة الله عز وجل لعبادي. فمفيش داعي إن احنا نقول إجماع واستحالة، الكلام ده عند ربنا عز وجل لا يقف عند حد الله عز وجل. دي أول حاجة. تنشيط التبويض و تكيس المبايض قلناها كتير يا مدام، وكنت اتمنى ان حضرتك تكوني جربتيها على الاقل 3 شهور ونشوف بعد كده هرمون الاف اس اتش اخباره ايه. الخطوه الاولى 6 معالق من البردقوش هتنقع في 3 اكواب ماء مغلي من الليل الى الصباح، ثم صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل وجبه. الوصفه ديت لتكيس المبيض، للخبطه الهرمونات، لعدم انتظام الدوره الشهريه، لارتفاع هرمون الاف اس اتش، لبطانة الرحم، لتكيس المبيض قلنا، والتنشيط التبويض. هذه الوصفة 3 خطوات هنقولهم مع بعض، فأتمنى من كل أصحاب الرسائل التي تخص هذا الموضوع التركيز معايا شوية. 6 معالق من البردقوش هتنقع في 3 أكواب ماء مغلي من الليل إلى الصباح، صباحا هتصفى ونبتدي ناخد كوب بعد كل وجبة. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية الميرامية مفردة، نبات الميرامية أو عشب الميرامية ناخد منه معلقة، هتغلى في كوب من الماء وتشرب 3 مرات يوميا. الخطوة الثالثة هناخد مع بعض حلبة وقرفة وجنزبيل بكميات متساوية، ناخد معلقة من هذا الخليط هتغلى في كوب من الماء وتشرب 3 مرات يوميا. دي 3 خطوات لتنشيط التبويض، لتكيس المبيض، لبطانة الرحم، للخبطة الهرمونات، انخفاض او ارتفاع الهرمونات، لعدم انتظام الدورة الشهرية. اتمنى ان احنا نطبقها بعد اذن حضرتك. نستعين بالله عز وجل، وقلناها من قبل وهقولها تاني، لازم نقف على باب الله عز وجل، لازم الرجاء في رحمة الله عز وجل. اوعي تصدقي الكلام اللي بيتقال. ربنا عز وجل هو اللي هيعطيكي، ربنا عز وجل هو اللي هيمنعك ان اراد، فلا بد من اللجوء الى الله عز وجل. وقلنا قبل كده وصفه وكتير من حضراتكم جربوها وبفضل الله عز وجل كانت نتيجتها طيبه، وهي اللجوء الى الله عز وجل، طرق بابه، الاحتماء برحمته عز وجل. ليله الجمعه اللي هو الخميس بالليل بتدخلي حضرتك والزوج اوضه ما يكونش فيها صور، هنبتدي مع بعض نكون متواضعين، تنوي الاعتكاف دخول الحجره نفسها بنيه الاعتكاف، هيصلي الزوج مع حضرتك ركعتين او 4 أو 6 كما يفتح الله عليه، قيام لله عز وجل، ونطيل في الدعاء في السجود. اشتكي لربنا، كلمي ربنا عز وجل، اتحدثي مع اللي خلقك واللي مالك كل مفاتيح خلقك وقدرته عليكي عز وجل. ابتدي نتكلم مع ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاه والسلام لك العدة حتى ترضى، كان بيعتب على ربنا عز وجل، فما بالكم بما نحن. لازم يا أختي الفاضلة كلمي مع ربنا عز وجل، الجاي إلى الله عز وجل. أسأل الله العظيم أن يجعلني سبب في أن يرزقك الله بالذرية الصالحة، وأسألكم الدعاء لها، وإن شاء الله إن شاء الله أتمنى من الله عز وجل أن احنا نشوف رسالة قريب من حضرتك بتبشرينا برحمة الله عز وجل عليك. الرسالة التالية